السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي الصيادين، اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم صيادين رحال. فيديو جديد ان شاء الله مع المحترف صيادين اسكندرية اخونا وحبيبنا ماجد حسن حبيب. الاخ المحترم صاحب الدكة الحلوة. يلا نسيده اخر حما اسماعيل. يلا نسيده يا جماعة. هتكلم يا جماعة عن سر اختفاء الاسماك في عندنا في مصر. تمام. في عوامل لسبب اختفاء الاسماك دي، كل واحد هيقول رأيه. مش عارف نبدا منين، تفضل يا ماجد ولا نبدا؟ تفضل يا ماجد، اي حد شوف انت عايز تسال فيه. احنا على طبيعتنا يا جماعه، احنا على طبيعتنا. بص يا جماعه، انا في خمس عوامل شايفها لموضوع اختفاء الاسماك ده السنه دي بالذات، وكل الناس ملاحظه الكلام ده، سواء في التصقيد، سواء في الشط، سواء برضو صيادين البولتي. فانا شايف يا جماعه ان من ضمن الاسباب ان هي اول حاجه اختلاف المناخ. المناخ عندنا متغير في الاواني الاخيره، وكل سنة بيختلف عن السنة اللي قبلها. لو تلاحظوا مثلا ان احنا كنا مصورين في مزرعة نصر صبح، ده على سبيل المثال، يعني السنة اللي فاتت كنا مصورين بداية الموسم كان شهر 5، النهاردة هوت الموسم بدأ عنده مثلا 10/6، ده مثال على سبيل المثال يعني. طيب. البطاطا كانت بتبدأ في ابو قير من شهر 5، النهاردة احنا هو في 6 هوت، ولسه العشبة الخضراء موجودة، ولسه البطاطا ما اشتغلتش. في اسباب. يعني احنا طبعا بناخد بالاسباب دايما، وعايزين نعرف ايه السبب. ليه الورقه لحد دلوقتي لسه موجوده في زمان قبل ما يردموا الكورنيش كان البحر شعوري. كانت مجرد ما البحر يعمل تقليعه زي ما بيقولوا، او البحر يانا، كان الورق ده يطلع على ايه؟ على الشواطئ. النهارده الحوادث الحواجز خلت الورقه تتاخر في الميه، لحتى الورقه ترد في الحواجز وترد تقعد على الارض تاني، فالسمك بيقعد عليها، بيبقى رزق بتاع الغزة. ايوه. تبقى انت تلاقي البطاطا ياما في السوق وفي الميه، ولكن عربوسه قليله، دي عندها ورقه ياما قاعده عليها. في مرأة. يبقى تاني سبب يا جماعه اللي هو هنقول فيه تغير الجغرافيا نفسها للمكان. اللي هو الردم والحواجز وكذا وكذا. طبعا ده تغيرات بفعل فاعل، مش تغيرات ايه ربانيه يعني. يعني دي مش تغيرات. مش دي الطبيعه اللي ربنا خلق فيها مناخ الجو وجغرافيا المنطقه عندنا. بالظبط كده. في ثالث حاجه طبعا ودي مهمه وتحت منها الف خط، اللي هو الصيد الجائر. والله سامح النهارده يعني بالنسبه البطاله اللي موجوده ديت، بقت النهارده كل واحد ما وروش حاجه وبيعرف يعوم وكده بيجيب له حته شبكه او بندقيه. طبعا صيد البندقيه ده ممنوع والكلام ده، ولكن يعني الناس ياما بتنزل ليل ونهار، يعني بينزلوا بالليل بالكشافات وبالنهار بالهارمون. فدايما السمك تلاقيه فين موجود، متواجد فين؟ في قلب السربان من كتر العكوشات اللي عليه. النهار مفيش سمك بيجمع زي زمان، مفيش الدهور بتاعت زمان. السمك بقى كله قاعد في السربان جوه، لان السمك دلوقتي لما بيطلع بره بيلاقي عكوشات ياما وكده، فيا اما السمكه بتهج يا اما السمك اللي قاعد بيقعد في قلب السربان ذات نفسها. واخد بالك؟ فدايما الصياد بتاع المالح بيعاني دلوقتي خاصه في الايام ديت من عده عوامل، منها قله الاماكن اللي هو بيصطاد فيها. انت عندك مثلا الكورنيش من ابو قير لحد بحري كان كل ده متاح للناس، النهارده ما فيش فيه غير مكان او اتنين واماكن مش قد كده، وفي تكدس للصيادين في الاماكن ديت. طبعا ده يا جماعه برضو عشان الوقت احنا بنحاول نضغط لكم الفيديو قدر المستطاع. طبعا ده ما يخص مثلا المالح، احنا جبنا راجل من اسكندريه محترف سيد مالح فبيتكلم عن المالح. بالنسبه برضو انا واخويا محمد اسماعيل عشان احنا من دمنهور، لو هنتكلم عن البولتي فطبعا احنا عندنا سيد الجار عن طريق الكهرباء، عن طريق السنيور اللي هي الماده. طبعا عدم رمي الزريعه، كل دي حاجات اثرت على المياه العذبه. صح يا استاذ محمد اسماعيل؟ الثروه السمكيه عامه. أي اكيد طبعا، بتوع المراكب دولت وصيادين الطفشه ايوه لا في وتلوث الميه ذات نفسها. يبقى احنا كده معانا ثلاث حاجات يا جماعه لوراء السر ايه وسر اختفاء الاسماك. بس احنا عندنا السمك ما اختفاش في اسكندريه، ولكن بقى قل ولا قل. ما هو السمك في السربان وفي البرك موجود كتير، ولكن مش اي صياد ممكن يطلع على السربان. يعني الصياد اللي زمان الهاوي المبتدئ كان ممكن بأقل مجهود ياخد له صيدة محترمة. أنا مثلا ماجد كنت متذكر مثلا إيه عمر 6 سنين ولا 8 سنين، النهارده أنا مثلا
هنكمل 41 سنه الشهر ده ان شاء الله. سنة بس كل سنه وانت طيب يا حبيبي احمد. كنت نفتكر مثلا كنت بننزل عند عمتي في كامب شيزار، لان انا ليا عم او جد في فرع من عيلتي في اسكندريه، مقيم في اسكندريه، خوالقه برضه من نفس عيلتي، وكان واخد عمتي. كنت ننزل هناك، فلما كنا مثلا ايه ياخدونا يمشونا على البحر، كنت نشوف الناس بالبوس البلدي او عيال عمتي بيصطادوا بالبوس. وكنا نقعد على البطاطا دي، حته العجينه ولا رغيف العيش، اي حاجه نعجنه وننزل نصطاد وناخد صيده واحنا ماشيين. دلوقتي طبعا الكلام ده مش موجود. انا كنت فاكر الكلام ده في كامب شيزار. بص يا سامح، زمان ايام الدهور كان السمك اللي بيجي كل يوم بيجي سمك جديد. سمك موجود بيجي عليه سمك جديد. سمك اللي بيجي جديد ده بيبقى سمك ايه، بيقولوا في سمك واعي وسمك واقع. يعني ايه سمك واعي وسمك واقع؟ السمك الواقع ده اللي هو بيرمي نفسه على الطعم على طول، سمك جديد جاي ايوه خش على اللي هو الغراب مثلا، سمك غريب غريب. السمك بقى الوطني ده دايما بيبقى لقيم، حافظ المكان وعارف خلاص. السمكه طالما استوطنت في المكان بتبقى ايه، مكاره محتاجه بقى طرق صيد وكده، فاهمني؟ فزمان كانت الطبيعه كل يوم سمك جديد بيجي على سمك قديم، وكان الصيد جميل وكانت الدنيا جميله. النهارده انت بتبقى حريف وممكن ما تروح البحر وتقضي يوم كامل ما تجيبلكش كيلو سمك. ايوه ايوه فاهمني؟ فالنهارده يا جماعه الصياد المبتدئ لازم يتعلم فنيات الصيد، لان الصيد في البحر حاليا محتاج حرفنه. صح. طبعا الرزق ده فوق كل شيء، ولكن الصيد في البحر لازم تبقى حريف، والرزق ده تسيبه على ربنا، رزقك هتاخده هتاخده، ولكن اساليب الصيد الاحترافيه لازم تبقى متوفره في الصياد عشان ياخد له طبق سمك. غير زمان كان في ناس بتصطاد بالفطره كده. صح. طلبت معايا وكان بيروح بسمك. ايوه. ما يجيبوش الحريف دلوقتي. ايوه. يعني كانوا ياخدوا سمك الحريف دلوقتي ما عرفش يجيبه. تمام؟ لذلك ان في ناس ياما هو بطلت صيد. يقول للسمك قال لا، السمك ما قالش. هو احنا النهارده ماجد كان ممكن الهوايه زمان تصرف علينا او تجيب مصروفها. النهارده كلنا بنصرف على الهوايه. احنا برضو عايزين نواجه الصياد المبتدئ، ان في ناس بتسيب شغلها وتلجا للبحر. صح. وده في حد ذاته غلط، لان اللي عملوا كده زمان ايام الخير ما كانوش يعرفوا ان الايام دي هتبقى بالوضع ده، وان البحر رحالته هتتدهور بالوضع ده. البحر مجهود جامد، ياخد منك شبابك، فانت تخليه هوايه ما تخليهوش مصدر رزق، لانه مش هيفتح بيت. البحر حاليا بالبوصه مش هيفتح بيت، ولكن يشبع لك رغبتك في الهوايه والقعده مع اصحابك على الميه والكلام ده، بتخليهم اجازتك. لان في ناس مثلا حالفهم الحظ في الصيد في البدايات، فيعمل شغله وعايز يروح البحر كل يوم والكلام ده. فنصيحه مني انا، واحد عمره كله راح في البحر، يا ريت بلاش الموضوع ده يا جماعه، لان الموضوع ده يعني حصل يعني. أيوة. يعني انت بتدمر نفسك وكده. البحر تخليه وقت الفراغ، ويبقى برضه عامل مساعد برضه لو انت حريف وبترزق منه جنب شغلك، انما البحر لوحده يخليك تسيب شغلك ده غلط. ما تسيبش شغلك. يبقى النصيحه مختصره للمبتدئين يا جماعه اللي هيدخلوا في الصيد النهارده، الصيد النهارده بقى عباره عن رحله صيد. انت طالع تتفسح، طالع تتامل في خلق الله، ورزقك على الله، وطالع برضه تجيب سمكتين للبيت ان شاء الله. ورزقك عايز تجيب سمكتين تبيعهم مفيش مشكله، ولكن ما تعتمدش عليه ان ده يبقى مصدر رزق. مش هديلك الا بقى لو كان مديلك. بص انت صيادين الاكل يعيش في البحر، شوف وضعهم المادي عامل ازاي وشكلهم عامل ازاي، هتبص تلاقيهم عايشين حياه صعبه. ايوه. فانت تخليه جنب شغلك وما تعتمدش على البحر، يعني ايه 100%. هي هوايه او رياضه بنمارسها مثلا، هي متصنفه من ضمن الرياضيات. تمام. طبعا مش عايزين نطول عليكم، يا رب نكون قدمنا لكم معلومه كويسه. كان معاكم اخوكم سامح خالقه قناه صيادين رحاله. حبيبي يا سيدي، اخويا وحبيبي محترفين. انا بمسي على كل محافظه البحيره ومدينه دمنهور وصيادين دمنهور، الناس المحترمه وصيادين المايه الحلوه كلهم على راسنا. واحلى تحيه من اسكندريه للبحيره وكل صيادين مصر، وكل سنه وانتم طيبين. واحلى تحيه من البحيره واسكندريه اخويا محمد اسماعيل. حبيبي تحياتي ليكم يا جماعه، وتحياتي لكل مشاهدين ومتابعين الاستاذ سامح، وسعدنا بلقائكم والله، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات ثانيه باذن الله. تحياتي ليك اخويا محمد، تحياتي لكل صيادين، يلا نصيدوا. الله يبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي. السلام عليكم.